اليوم راح احكي لكم قصة يأجوج ومأجوج. راح احكي لكم هذه القصة باسلوبي وبطريقتي، وانا جمعت حاولت اني اجمع معلومات عن القصة بقدر المستطاع، ووددت اني اخذ وقت اكثر بحيث انه اجيب لكم تفاصيل اكثر، بس انه صراحة يعني ممكن المعلومات اللي عندي قد تكفي. طيب راح احكي القصة بطريقتي واسلوبي، لعلك سمعت القصة عند شخص اخر. في ناس كثير بتحكي قصص وروايات في النت، موجودين ما شاء الله تبارك الله في سناب شات واليوتيوب، لكن انا راح احكيها باسلوبي. اولا ان شاء الله باذن الله يعجبكم هذا المقطع، تضغطون زر اللايك تشتركون في القناة إذا ما كنتم مشتركين. نتكلم من البداية يا جماعة الخير. قصة يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج مذكورين يا جماعة الخير في القرآن وفي الأحاديث. بداية يأجوج ومأجوج والوقت اللي صارت فيه اسم يأجوج ومأجوج ظاهر يا إخوان تقريبا عهد سيدنا إبراهيم، لما كان هناك رجل يسمى ذو القرنين. هذا الرجل كان يعني يجول الأرض ومعه جيش كبير يدعو الناس لعبادة الله عز وجل يا إخوان. يعني راح جهة المغرب لين غربت الشمس وشاف إيش الوضع هناك، بعدين راح المشرق الأرض وين ما تشرق الشمس. طبعا كان العلم وقتها يعني محدود، فكان يبغى يشوف هل فعليا وين تروح الشمس لما تغرب، وين تجي وهي تشرق. راح جهة مشرق الأرض فوجد قوم هناك أو أقوام وناس وعالم، وجد قوم اسمهم الترك يا أخوان. الترك هؤلاء منهم مجموعة يسمون يأجوج ومأجوج، هم من الترك أساسا. شكوا له ذلك القوم وقالوا له إنه يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فسوى ذو القرنين حاول إنه، طبعا هم يتكلمون بلغة مختلفة وعيشتهم صعبة ويعيشون يعني عيشة برية بحت وتقريبا علميا متأخرين شوية. وضع يأجوج ومأجوج غريب للأمانة، جدا غريب. أنا ما أدري هم كيف صار لهم. الشاهد حاول يجيب مترجمين. المهم في الأخير لما نستوعب إنه يأجوج ومأجوج ناس فقط مفسدين، ما عندهم أي هرجة غير إنهم يفسدون، يسفكون الدماء ويذبحون ويغتصبون ويأخذون الثروات. عزم ذو القرنين جماعة الخير إنه يخلص الناس من شرهم في منطقة تسمى ما بين الصدفين. المنطقة هذه جماعة الخير تقريبا 5 كيلو حولها كده. فقرر إن ذو القرنين إنه يسوي سد ويحط عليه ردم، وقام يبني الأساس، حفر عشان يبني الأساس. حفر 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 اللين قامت تطلع الموية من الأرض، يعني لدرجة إنه وصل إلى مستوى الماء يا جماعة الخير. أنا بعطيكم القصة مختصرة أو اللي سواه، كيف ذو القرنين خلص الناس من وجود يأجوج ومأجوج. بنى سدين وفوقهم بنى ردم. الردم هذا وش معنى الردم؟ اللي هو بناية فوق بناية، بناية فوق بناية، بناية فوق بناية. السد اللي بناية يا جماعة الخير النحاس وحديد. بعض الناس ممكن يسأل يقول كيف ذو القرنين استطاع إنه يجيب يأجوج ومأجوج في هذه المنطقة ويقفل عليهم ويبني فوقهم؟ طب هم ما تحركوا، ما حاربوا، لما أعلم. القصة هذه تفاصيل القصة ذي جدا جدا مخفية يا جماعة الخير. من ذلك الوقت من عهد سيدنا إبراهيم يا جماعة الخير حتى جاء وقت معاوية بن أبي سفيان جماعة الخير في بداية الدولة الأموية، طلب أحد رؤساء الجيش حقينه قال له تعال. كان معاوية بن سفيان عنده فضول كبير، قال له أباك تجمع لي 25 رجل من الناس اللي تعرفهم الأشداء اللي عندهم صبر قوي مر، وأباكم تروحون تشوفون السد وش وضعه بالضبط وش صار عليه، هل هو موجود. الشاهد وعطاهم فلوس وعطاهم كذلك هدايا بحيث انه لو وصلوا تلك المنطقة، طبعا هناك في اقوام وفي ناس وفي ملوك وفي عالم عايشين. المنطقة هي تقريبا تجي في الفترة الحالية جهة الصين. قائد الجيش هذا جمع له 25 رجال، اخذ فلوس اخذ هدايا اخذ احصنة وهي وصل عند الملك الأول، أعطاه رسالة من الملك الأول اللي قابلوه، فهم إنه هؤلاء الناس كشافة، لا تعترض في طريقهم، خلوهم يروحون يشوفون أمورهم. فقام الملك الأول ضبط هؤلاء الناس مع الملك الثاني، الملك الثاني ضبط الملك الثاني، إلى أن يعني دلوا طريقهم حتى وصلوا إلى السد يا أخوان. وصلوا إلى السد وشافوه، شافوا السد يا جماعة الخير ارتفاعه مدى البصر، يعني ممكن أنت إذا وقفت قدام برج الفيصلية يا أخوان تشوف نهاية البرج، هذا ما يمديك تشوف نهاية. فطلب قائد الجيش هذا يا جماعة الخير أحد الناس اللي معاه إنه يطلع فوق. المهم طلع 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 طلع، طبعا السد يا جماعة الخير فيه زيد درج كذا يمديك يعني ترقى بطريقة كذا ما أدري، حتى وصل تقريبا إلى يعني وصل إلى مسافة عالية شوية فسقط. يوم سقط يا جماعة الخير توفى على طول، لأنه المسافة اللي طلعها مسافة عالية. قام الرجال قال يا ولد بس 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 ما نبغى أحد يطلع فوق، خلينا نستكشف المكان. استكشفوا المكان يا جماعة الخير، طالعوا يمين يسار حصلوا لهم كريك، أخذوا الكريك معاهم يا جماعة الخير وقالوا خلاص خلينا نرجع، شفنا السد أموره طيبة. شيء ما ذكرته أيضا من الأشياء اللي سمعوها هناك إنه كان وراء السد في أصوات إزعاج، ناس تتكلم، سياح، أصوات قوية مزعجة وكذا. المهم يا جماعة الخير أخذوا الكريك معاهم وعادوا إلى الخليفة الأموي يا إخوان، تحدثوا إنه قال ما وجدنا شيء، وجدنا السد بس ما كان في شيء، وهذا الكريك حصلناه عند السد. يمر الوقت يا إخوان ويأتي الخليفة الواثق بالله في أيام الدولة
العباسية. يحلم حلم، حلم انه السد انشق او انفجر او الزبدة وطلعوا منه يأجوج ومأجوج. فقام من النوم خايف، يبغى يعرف هل فعليا، لانه يعني خروج يأجوج ومأجوج تقريبا يعتبر نهاية البشرية، شيء خطير جدا. فالمرة ذي عكس معاوية بن ابي سفيان، قرر انه يرسل بدال 25 50 رجال ويعطيهم 100 فرس، ويعطي كل واحد منهم مصروف حق سنة. اعطى قائدهم 5000 درهم و10000 دينار، وقال لهم أباكم تروحوا وشوفون موضوع السد وما ترجعون إلا وأنتم عندكم العلم. تبغى ترجع أرجع وقت الوقت اللي تبغاه، بس لا ترجع إلا ومعاك علم. ودقوا سلف الرياجيل وهيا بنا. طبعا الخليفة الواثق بالله يا جماعة الخير كان يحكم وقتها، أو كان موجود وجوده في العراق، ومن العراق بلاد الترك، ما وراء بلاد الترك. وصل للملك الأول، الملك الأول ضبطهم للملك الثاني، الملك الثاني للملك الثالث. الملك الثالث يا جماعة الخير اللي بعده ما عاد في شيء، يعني خلاص تقريبا ما عاد في مملكة معروفة وكذا. أرسل معاه 5 أشخاص، أرسلوا مع الرحالة هؤلاء اللي هم المرسولين من الواثق بالله 5 أشخاص حتى يوروهم الطريق. وهنا حصلت أحداث غريبة مفجعة يا أخوان. مشوا تقريبا من آخر مملكة تقريبا مدة 25 يوم، مكان ما أدري كيف مشي بس روح. بعد ما انتهت ال 25 يوم يا جماعة الخير، بدأوا يدخلون على أرض ريحتها مخيسة ولونها أسود، فيها بنايات مدمرة تماما. يقول لك لدرجة أنه هما ما يستطيعون، فكانت معاهم أقمشة وحاطين عليها عطر بحيث أنهم يغطون أخشامهم، بحيث أنه الريحة كريهة جدا يا أخوان. ومشوا فوق هذه الأرض 10 أيام. والغريب في الموضوع أنه الأرض هذه فيها بنايات، فيها يعني مدن مدمرة تماما، ما فيها ولا إنسان. فقام واحد من الرحالة هؤلاء أو المستكشفين، ما أدري شو نسميهم، سأل الخمسة اللي أرسلهم الملك معاه، قال لهم إيش صار هنا؟ قالوا أنه هؤلاء يأجوج ومأجوج جو هنا ودمروا المكان، ما خافوا ولا قالوا بنرجع ولا شيء، لكن كملوا طريقهم حتى وصلوا إلى جبل يا جماعة الخير في له قلاع كبيرة، والقلاع هذه متصلة ببعض، فكانت في قلعة قريبة من أول جبل تقريبا. وصلوا لتلك القلعة يا جماعة الخير، وجدوا قوم يتحدثون اللغة العربية ويتحدثون اللغة الفارسية، وعندهم قرآن ومسلمين يصلون وعندهم مساجد. فجو هؤلاء اللي فوق القلاع، قالوا لهم من أنت؟ قالوا نحن رحالون مستكشفون، نبغى نشوف وضع السد وكذا. قال من فين جيتوا؟ قالوا جينا من العراق. قالوا مين أرسلكم؟ قال أرسلنا الخليفة الواثق بالله. قال خليفة وين أنتم؟ قام يوصف لهم العراق، وقام يقول لهم سرة مراء ومن هالسوالف وكذا. قال عمري في حياتي ما سمعت عنكم. الشاهد انهم الرجال هذول كمل ما وراء الجبل هذا، طبعا هو جبل يجيك فيه قلاع، بعده يجي جبل املس، بعدين جبل مشقوق، بعدين يجيك السور الكبير. هذا حسب وصف القصة اللي قرأتها يا جماعة الخير. أبعطيكم الوصف باختصار. المرة الأولى اللي راحوا فيه الجنود حقين معاوية اللي أرسلهم، ما جابوا هذه الأوصاف، قالوا وجدنا سور طويل وحصينا كريك ورجعوا. المرة هذه في أوصاف مفجعة يا أخوان. طبعا يا جماعة الخير السور زي ما قلت لكم في المرة الماضية إنه ارتفاعه على مدى النظر، يعني ما مديك تشوفه نهايته، يعني تقريبا يقارع الجبال، تخيلوا إنه طويل. والسور هذا فيه له بوابة كبيرة، سمك الباب أو سمك الباب هذا يا أخوان تقريبا يقول لك 2.5 متر السمك. انت تعرف سمك باب بيتكم وش، ولا سمك غرف السمك؟ يقول لك القفل حق الباب، اوكي القفل تقريبا يجيك 5 أذرع، والذراع الواحد تقريبا 0.5 متر، فانت احسبها. في الزرفونه يا اخوان، الزرفونه هذه يقول لك تجيك ما ادري كم، شيء كبير. المفتاح حق القفل محطوط فوق سلسله حجمها مهول. في اعلى السور يا اخوان في زي الشرفه، او زي ما يقولون بلكونه. البلكونه هذه اللي شايلها قرن جاي من اليمين وقرن جاي من اليسار. انا ما ادري للان يا اخوان القصه هذه. تقريبا هذا وصف السور، انه في بواب، والبوابه هذه انا ما ادري ليش وضعت، يعني لماذا ذو القرنين ما سو، ليش ما سوى سد فقط؟ ليش حط بوابة؟ يعني هل بتنفتح؟ هل هو كان يخش ويدخل؟ سألوا الرحالة خوياننا ذولي، الناس هذولي اللي فوق القلاع، قالوا انتوا ايش وظيفتكم؟ قالوا نحن نحمي السور. طيب لما تفكر فيها يجي بالك جيم اوف ثرونز، تعرفون يا جماعة الخير الحراس حقين السور اللي ما وراء السور فيه الوايت ووكرز، تقريبا القصة مشابهة، او انه الكاتب استنبط القصة هذه من سالفة يأجوج ومأجوج.